مشاهدينا صباح الخير، صباح النشاط. اليوم بفت بيت رح نكون عم نشتغل تمارين للمعدة، رح نكون تحديدا عم نشتغل exercises لبلانكس، بس رح تكون هالمرة شوي أهون. بنصحكم إذا كنتم بعدكم مبلشين جديد تبلشوا بهيدي الفاريشنز من البلانكس، وأكيد تنتقلوا لأصعب مع الوقت. رح كون عم بلش بأول exercise اللي هي normal plank. مثل ما شايفين حطيت إيدي تحت كتافي، هون رح حاول أعمل دروب لكتافي، يعني بنزلهم قد ما فيي، بعلي التشاست، خط إجري وإيدي على مستوى واحد، معدة مشدودة. رح أشتغل الإكسرسايز مع هولد قد ما بتحمل. تنفسوا بشكل طبيعي أكيد. 30 ثانية رح كون عم بشتغل هيدا الإكسرسايز. أكيد أنتوا إذا تعبتوا فيكن توقفوا قبل. رح ناخد بريك بس 10 ثواني، ننتقل لإكسرسايز تاني. فيكن تكونوا طبعاً عم بتطولوا البريك وتعيدوا نفس الإكسرسايز، أو تشتغلوا الإكسرسايزز مثل ما أنا عم بشتغلهم ورا بعض بلا كتير بريك طويلة. رح كون عم بشتغل بلانك أند ريتش مثل العادة. دروب ذا شولدرز، بعمل ريتش بإيدي على الكرسي، بالإيد الثانية بعلي إجر، بعلي الثانية، بعمل هولد، رح أرجع عيد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، كمان واحد، اثنين، ثلاثة، إجر مشدودة، أربعة، كمان and up. Hold. منريح. كمان اشتغلنا هيدا الاكسرسايز 30 ثانية. نفس. حضروا حالكم. التمرين رح يكون شوي أصعب. إيدي على الكرسي. رح كون عم بشتغل تاب على الشولدرز. برجع لورا، كمان تاب على الشولدرز، جو باك. هلا رح زيد اكسرسايز، جو باك، وهالمره باجري وصل على كوعي. كمان مره، اثنين، لورا مره، اثنين، باك، ريتش بالإجر، وآخر مرة go back. بوصل على إيدي وبريح. هيك بنكون تقريباً اشتغلنا معظم البلانكس exercises اللي هن نشتغلهم على الأرض. رح أختم ب exercise اللي هو side planks. فينا نكون عم نبلش هاي بهالطريقة، فينا نكون عم نشتغل الاكسرسايز تحت بهالشكل. اوكي، سو هون رح كون عم بشتغل هولد قد ما فيني، بحاول داين بعمل تاب على اجر الكرسي وبطلع. بعد مرة هولد وبريح. أكيد رح نشتغل اكسرسايز على الجهة التانية. الكوع تحت الكتف، جسمي خط واحد، هولد. بلش من فوق، ريتش على إجر الكرسي، ثلاثة، أربعة، هولد، كمان، وبريح. يعني
خلصنا اكسرسايزز كتير مفيدين للمعدة، وكمان يعدوا توتال بودي اكسرسايزز. نعمل ستريتشنج شوي هيك شي 2 مينتس، ومثل العادة بدنا نكون عم نشتغل الاكسرسايزز لبعد جولة على الأقل لنكون عم نستفيد. بتمنى لكم نهار حلو، وبشوفكم بتمارين جديدة بكرة.